الرئيس السيسي يعرب عن مساندة مصر لجهود تعزيز السلام والاستقرار في السودان. رئيس الوزراء يتابع مع وزيرة الصحة جهود تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة. الداخلية تواصل جهودها لضبط السلع غير الصالحة للاستخدام الأدمي. موجز الأخبار من تلفزيون النهار، مشاهدينا الكرام أهلا بكم. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الدكتورة مريم الصادق المهدي وزيرة خارجية جمهورية السودان، وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية. وخلال اللقاء أكد الرئيس السيسي على النهج الاستراتيجي لمصر بدعم كافة جوانب العلاقات الثنائية مع السودان من أجل التعاون والبناء والتنمية، كما طلب سيادته بنقل تحياته إلى شقيقه الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السودانية والدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السودانية. كما أعرب الرئيس السيسي عن مساندة مصر لكافة جهود تعزيز السلام والاستقرار في السودان الشقيق خلال تلك المرحلة المفصلية من تاريخه. كما أكد الرئيس السيسي اهتمام مصر بتعزيز العلاقات الثنائية مع السودان الشقيق، فضلا عن استعداد مصر للاستمرار في نقل تجربتها في الإصلاح الاقتصادي وتدريب الكوادر السودانية والمعاونة على مواجهة أي تحديات قد تطرأ في هذا الصدد. هذا وقد أكد الرئيس السيسي موقف مصر الثابت من حتمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم فيما يخص ملء وتشغيل السد بما يراعي عدم الإضرار بدولتي المصب ويحافظ على حقوقهما المائية لمصر والسودان. أكد وزير الخارجية سامح شكري ووزيرة الخارجية السودانية الدكتورة مريم الصادق المهدي على عمق علاقات التعاون التي تربط بين البلدين في مختلف المجالات. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده الوزيران اليوم في ختام مباحثاتهما بالقاهرة. وأكد شكري على وجود إرادة سياسية لدى الجانبين للعمل على كافة المستويات وفقا لتوجيهات القيادة السياسية، لافتا إلى أنه تم التطرق بعمق إلى كافة القضايا الثنائية والإقليمية والدولية بما في ذلك ملف سد النهضة. ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماعا بحضور الدكتورة هلا زايد وزيرة الصحة والسكان لمتابعة جهود الوزارة في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وأكد رئيس الوزراء على اهتمام الحكومة بدعم القطاع الصحي في إطار العمل على تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمصريين والارتقاء بالمنظومة الصحية بمصر، لافتا إلى أن الصحة إحدى القطاعات ذات الأولوية ضمن إطار المشروع القومي لتطوير القرى المصرية بمبادرة حياة كريمة التي تحظى برعاية الرئيس السيسي وتستهدف بتطوير قرى الريف المصري وتحسين ظروف معيشة المواطنين. وقالت الوزيرة إن مصر ستتلقى 300 ألف جرعة جديدة كهدية من لقاح سينوفارم الصيني، حيث سيتم خلال الساعات القليلة المقبلة بدء تطعيم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن الذين تم تسجيل بياناتهم على الموقع الإلكتروني المخصص للتسجيل. وفي حربه قال وزير النقل المهندس كامل الوزير بأن الدولة تنفذ خطة شاملة لتطوير جميع الموانئ وتنظم سوق النقل البحري بحيث تصبح مصر مركزا لتجارة الترانزيت واللوجستيات وخدمات السفن على مستوى العالم. جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها وزير النقل بميناء العين السخنة اليوم، رافقه خلالها المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وقد بدأت الجولة بعقد اجتماع موسع لمناقشة مستجدات الأعمال الجارية داخل ميناء العين السخنة ومتابعة أعمال الحفر للأرصفة ورصف الطرق وتطوير أحواض الميناء. وخلال الاجتماع تم الإعلان عن تشكيل اللجنة العليا لإدارة المشروع برئاسة وزير النقل لمتابعة تنفيذ التكلفات الرئاسية بشأن أعمال تطوير الميناء وتحويله لميناء عالمي وفقا للبرامج الزمنية المقررة. وصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة جهودها لضبط السلع غير الصالحة للاستخدام الآدمي. المزيد في سياق هذا التقرير. في
استمرارا للجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها، خاصة الجرائم المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص، استغلالا للظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة. تمكنت مباحث التموين بمديرية أمن المنوفية وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات المعنية من ضبط مالك مصنع بدون ترخيص مكون من طابقين بالمنطقة الصناعية بقويسنا لتصنيع الكمامات الطبية بدون تصريح وغير مطابقة للمواصفات القياسية، مستخدما علامات تجارية مقلدة. وبتفتيش المصنع عثر على 1,500,000 كمامة معدة ومجهزة للبيع، ومئتي ألف كمامة تحت التجهيز، إضافة إلى 500 لفة قماش خاصة بالكمامات تزن 10 أطنان وطن بقرة دعامة، فضلا عن كميات أخرى من مستلزمات الإنتاج. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. في غضون ذلك وصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع فرعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام حملاتها لمكافحة شتى الجرائم التموينية، وتمثلت أهم النتائج التي حققتها الإدارة من هذه الحملات في ضبط 13,500 عبوة عصائر غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمحال لتجارة السلع الغذائية بالشرقية. وبذات المحافظة تم ضبط طنين من السكر مجهول المصدر بحوزة مالك محل لتجارة السلع الغذائية تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق. كما نجحت الإدارة في ضبط طنين من الأعلاف الحيوانية منتهية الصلاحية بحوزة مالك محل لتجارة الأعلاف الحيوانية بالمنوفية. وبنطاق محافظة البحيرة نجحت الإدارة في ضبط 5 أطنان ملح سياحات غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومحظور استخدامه في الأغراض الغذائية بمصنع دون ترخيص لمنتجات الألبان. وتمكنت الإدارة من ضبط طنين من الدواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمجزر لذبح الدواجن بالجيزة تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق. وبالقليوبية ضبطت الإدارة نحو 4 أطنان من الأسماك المجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بثلاجة لحفظ السلع الغذائية. ونجحت في ضبط نحو طنين من مقطعات الدواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحوزة مالك مجزر بدون ترخيص لذبح الدواجن بالقاهرة. وبنطاق محافظة الغربية تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة من ضبط قرابة 3 أطنان أعلاف حيوانية منتهية الصلاحية بحوزة مالك مصنع أعلاف حيوانية بدون ترخيص. ختاما كان هذا موجزنا الإخباري لهذه الساعة من تلفزيون النهار. دمتم بخير، إلى اللقاء.